يا دليلة يا دليلة، بحق الله كوني امرأة طيبة. أتشك في طيبتي يا عبد الله؟ بل أجزم بأنك شريرة. ألا تخافين أن يمسكوا بك؟ هذه هي الشطارة يا عبد الله. ها هنا متعتي الكبرى، لا أريد لأمثال أحمد الدنف ورأس الغول أن يناما مرتاحين. وما الذي يفيدك من كل هذا؟ الوصول إلى مكان يليق بذكائي وقدرتي. يجب أن تدركي أن الخطر يحيق بك من كل جانب. أين هو؟ فأنا مستعدة لمبارزته. أحمد الدنف ورأس الغول يتتبعان المرأة التي تنكرت بهيئتها، وقد بثا الحراس في كل أنحاء المدينة بحثا عنك. إذن لن يعرفوني. وضحاياك الذين عرفوك؟ هم يعرفون العجوز فحسب. أنا واجبي أن أخبرك وأن أحذرك. يكفيني أنني نجحت واستنفرت أحمد الدنف ورأس الغول. إذن كفاك ما فعلت. لا، بل الآن طاب العمل. أقسم بالله مجنونة.